أصلحوا ذات بينكم. إذا كان هناك نزاع بينك وبين أحد من الإخوة، أو بينك وبين أحد من أقاربك، أو بينك وبين أي أحد كان، قلت ولا زلت أقول الإسلام أعطانا فرصة 3 أيام فقط، إن زدت عن هذه الأيام 3 فأنت بعيد عن رحمة الله وعن مغفرة الله، حتى ولو كنت تحفظ القرآن كاملا وتصلي الصلوات في أوقاتها وتؤدي الصلاة دون أن تغفل حتى عن تكبيرة الإحرام، يعني دائما في المسجد وتصلي الصلاة وأنت في الصف الأول وتكبر تكبيرة الإحرام، لم تعرض نفسك لرحمة الله. ده واضح، دي أمور بديهية في الإسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فوق 3 أيام فقط، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. إن 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 نزلت في هذا الخصام وهذا الهجران وعدم الحديث مع فلان لأن فلان كذا، وعدم الحديث مع فلان لأنه كذا، يبقى أنت عرضت نفسك لسخط الله والبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. مش بقول الكلام ده من عند نفسي، واضح في حديث كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في حديث رفع الأعمال في يوم الاثنين والخميس، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيغفر الله سبحانه وتعالى لكل إنسان لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكة أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلح، أنظروا يعني أبعدهما عن رحمتي، أبعدهما عن مغفرتي. ده معنى ذلك، وأين قراءته للقرآن؟ أين صلاته؟ لا ترفع، صيامه لا يرفع، أنظروا أمهلهما أأخرهما عن رحمتي. والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. فإذا الموضوع واضح، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي موطن فيه مسلمين تنازعوا، هذا النزاع مصيره الفشل، وده قانون رباني، ولا تنازعوا فتفشلوا، فتفشلوا فشل، فشل زريع في أي مكان، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اتقوا الله، أصلحوا ذات بينكم، إصلاحوا ذات البين. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى إصلاح ذات البين له مثوبة عند الله سبحانه وتعالى أعلى من الصيام وأعلى من الصلاة وأعلى من أي عمل تقوم به طالما أن هذا العمل نافلة. قال صلى الله عليه وآله وسلم أولا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، المقصود طبعا صيام النافلة وصدقة النافلة وصلاة النافلة. قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. يعني الذي الذي يصلح بين الناس ده له مثوبة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى أعلى من كما قلنا من درجة الصلاة والصيام والصدقة، إنما الذي يوقع أو يفسد بين هذا وبين ذاك أو بين مجموعة وأخرى، هذا كما يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يحلق الدين عنه أو يرفع الدين عنه كما يحلق الشعر من الرأس، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين، يعني كما يزال الشعر عن الرأس فكذلك هذا الشخص أو هذه المجموعة يزال عنها الدين ويزال عنها الإيمان بسبب الإفساد والوقع بين الناس. وما الإفساد والوقع إلا نوع من النميمة التي قال فيها ربنا، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، الذي يمشي بين الناس على سبيل الإفساد بينهم. وفي رواية لا يدخل الجنة قتات، وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذين يعذبون في قبورهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هؤلاء أن لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقبر وجد أن أصحابها يعذبون، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء كانوا يمشون بالنميمة بين الناس، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ويل لكل همزة لمزة. لا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقبلها قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. شوف دي مبادئ القرآن سهلة ميسرة، مش محتاجة يعني فيلسوف ولا عالم ولا، سبحان الله ميسرة واضحة. المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم واتقوا، هذا هو جوهر الدين، هذا هو جوهر الإسلام، ده مبادئ الإسلام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم.